بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين أخ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الدورة 29 لمؤتمر الأمة العربية، صاحب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان يا أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولا حكومتي وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما حاصرنا به من حسن وفاده وكرم ضيافه وما لمسناه من إعداد متميز لهذا اللقاء الذي ينعقد في المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية. كما أشكر أخي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده المقدرة خلال ترأسه أعمال قمتنا في دورتها الماضية، والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهات الأمانة عامة على ما بذلوه من جهود كبيرة للإعداد لهذا اللقاء الهام. منتهزا هذه المناسبة لتهنئة أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنين لفخامته كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أود أن أتقدم باسمكم جميعا إلى الأشقاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأحر التعازي وصادق المواساة بضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية والذي أشفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، تضرعا إلى الباري عز وجل أن يتضمن ضحايا هذه الحادثة الأليم بواسع رحمته وإليهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا زالت سماء أمتنا العربية ملبدة بقيوم سوداء، ولا زال الطموح بعد الفنال بعيد المنال في وصولنا إلى أوضاع آمنة ومستقرة لبعض دولنا العربية، ولا زال عملنا العربي المشترك يعاني جمودا إن لم أقل تراجعا وشللا في بعض الأحيان. فأمام هذه الحقائق المؤلمة يمثل انعقاد أمتنا العربية المباركة اليوم بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي إطار الحرص على استمرار دوريتها أملا وبادرة فراج تنعش آمال أبناء أمتنا العربية بالخروج من حالة اليأس إلى حالة من الأمل والتفاؤل بأن تطلعاتهم هدفا يمكن أن يتحقق، وعليه فإننا مطالبون بأن نبذل جهودا مضاعفة لحل الخلافات التي تعصف بعالمنا العربي والذي تمثل تحديا لنا جميعا يضعف من تماسكنا وقدرتنا على مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة التي نتعرض لها وتتيح المجال واسعا لكل من يتربص بنا ويريد السوء لأمتنا. كما أننا مطالبون بتدارس آليات عملنا العربي المشترك لتحديد الخلل والقصور الذي يعتريها وتكون معها عاجزة عن تحقيق عمل عربي مشترك قادرا على الصمود في مواجهة التحديات والالتقاء بنا إلى مرحلة من التماسك والقدرة على تجاوز أوضاعنا الصعبة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو اجتمعوا اليوم لبحث جدول أعمال حافل بموضوعات تتصل بعملنا العربي العربي المستقبل والقرارات التي من شأنها تفعيل ذلك العمل المشترك وتعزيزه لتضيف هذه القمة المباركة إلى مسيرة عملنا إنجازا يتطلع إليها أبناء أمتنا في هذه القمة التي يترأسها أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بما عرف عنه من بعد نظر وإرادة صلبة وحرص على المصالح العليا لأمتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تبوأت بلاد الكويت في مطلع هذا العام وبدعم من أشقائها وأصدقائها حظويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وسنعمل خلال هذه العضوية إلى السعي وبكل جهد بالتعاون معكم للدفاع عن القضايا العربية لتحظي بأولويتها والاهتمام بها، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء إلى تفعيل دور مجلس الأمن في حل هذه القضايا والتخفيف من آثارها التي عانينا منها لعقود طويلة. ولعلكم تابعتم جهود بلادي في الوصول إلى القرار 2401 الذي تبناه مجلس الأمن وبالإجماع لمعالجة التطورات الأخيرة في منطقة القوطة الشرقية، والذي وللأسف حالة التطورات الأخيرة والمتصاعدة في سوريا الشقيقة دون تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من إصداره. إنكم تتابعون تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة والتصعيد الذي تشهده منذ 8 أعوام والتي أدت إلى كارثة إنسانية، فالأنباء التي تتوارد من هناك حول المزيد من القتلى والجرحى والمشردين أصبحت تدمي القلوب وتكشف عن عجز المجتمع الدولي الذي وبكل أسف يتعامل بمعايير مزدوجة، فهذا المجتمع يندد ويستنكر وقد يتخذ بعض الإجراءات لانفجار يحدث هنا أو هناك ويكون ضحيته شخص أو شخصان، ولكنه يقف في نفس الوقت عاجزاً عن الإدانة والاستنكار واتخاذ الإجراءات أمام مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين في سوريا الشقيقة. وإزاء ذلك فإن الكويت لم تتردد ولن تتردد عن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لمساعدة الأشقاء والتخفيف عليهم من آثار أوضاعهم الإنسانية التي يعيشونها. وحول التطورات الأخيرة والخطيرة المتعلقة بالأوضاع في سوريا، فلقد تابعنا باهتمام وقلق بالغين التصعيد المتمثل بالضربات الجوية التي جاءت نتيجة استخدام السلطات السورية للسلاح الكيماوي، مؤكدين بأن هذه التطورات أتت نتيجة عجز المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن عن الوصول إلى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا، متطلعين إلى تجاوز المجلس خلافات أعضائه وإظهار وحدة مواقفهم للوفاء بمسؤولياتهم التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حول الوضع في العراق نكرر التهنئة للأشقاء على تحرير كامل أراضيهم في أراضيهم بغضة ما يسمى بتنظيم داعش، ونسعد للعمل معهم في إعادة بناء وطنهم عبر تنظيم مؤتمر الكويت الدولي
إعادة إصدار إعادة إعمار العراق، والذي حقق نجاحا مشهودا، وكان لمشاركتكم دورا فاعلا في تحقيق هذا النجاح المنشود بمشاركة دولية واسعة، وتمنينا كل النجاح للانتخابات النيابية التي ستجري في الشهر القادم، وأن تعكس نتائجها تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي حفاظا على وحدته وتماسكه، متمنيا البلد الشقيق الاستقرار والازدهار. وحول الوضع في اليمن، أود أن أعرب عن إدانتنا واستنكارنا الهجمات الصاروخية المتكررة على المملكة العربية السعودية، وأن أشيد بجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية والدور الإنساني الرائد لدول التحالف لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق. وفيما يتعلق بالمسيرة المتعثرة للسلام في الشرق الأوسط، فإننا نشعر بيأس بالغ لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وأدعو من هذا المنبر إلى أن تراجع الإدارة الأمريكية قرارها وتمارس دورها كراعية لهذه المسيرة عبر إيجاد الطرق لتحريكها وضمان نجاحها، والتزام إسرائيل بقرارة الشرعية الدولية إنما قامت وتقوم به إسرائيل من قمع للتفريق أشقائنا الفلسطينيين في غزة الذين يمارسون حقهم في التعبير السلمي، والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم وإصابة الآلاف. يدعو المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن القيام بمسؤولياته لحماية المواطنين الفلسطينيين في غزة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الآثم. وبالنسبة للوضع في ليبيا، فإننا نأمل أن تنجح الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رغم ما حققناه جميعا كحلفاء مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، إلا أنها تظل تحديا نعايشه، ويتطلب مضاعفة الجهود لوأده وتخليص البشرية والعالم من شروره. أما بالنسبة للعلاقة مع إيران، فإننا نؤكد مجددا ضرورة التزامها بمبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول من حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ليتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأبناء دول المنطقة. وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعا، تمنيا لأعمال أمتنا كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.